كذلك ديمبلي وديباي ثنائي الخط الأمامي في تشكيلة فريق ليون في هذه الأمسية، حيث نجد حسام عموار موجود في كرسي الاحتياط في وجه حاجة من مفاجآت برينو جينيسيو مدرب نادي ليون في هذه الأمسية. فريق برشلونة في الجهة المقابلة سيكون بتير شتيغن في حراسة المرمى، سيرجي روبرتو على الجهة اليمنى، جوردي ألبا على الجهة اليسرى، جيرارد بيكي في وسط الدفاع رفقة كليمون لونغلي، وسط الميدان راكيتيتش بوسكيتس وارثور، وثلاثي الخط الامامي ليو ميسي لويس واريز وفيليبي كوتينيو. المباراة منتظر ان تكون صعبة على فريق ليا كم كانت رائعة. جوردي ألبا، كوتينيو، سواريز، ميسي بالراس، ما زالت الخطورة، لويس واريز يرفعها رائعة وبوسكيتس وراح، كرة ممتازة، كوتينيو لم تكن هناك وضعية تسلل من كوتينيو ولا هنا من لويس واريز. بوسكيتس، جوردي ألبا، ضغط عالي ورهيب، جوردي ألبا خطيرة، كوتينيو والتصيدة، فكير يرجع للخلف لصالح عناصر ليون مباشرة في اتجاه مارسيلو، يبحث عن مندي، الكرة البعيدة وخطيرة، كوتينيو يبحث عن المرور من أمام دي ماير، الكرة لسواريز، ما زال ميسي يرجع للخلف مضطر في اتجاه بوسكيتس، لعبة رائعة في الدوري مع فريق ليون، ميسي يأتي اليسرى من الخط الخلفي لدفاع فريق برشلونة، لويس واريز في خطأ، نعم يقول حكم المباراة ارتكبه مارسيلو من أمام، الحكم يقول نفذ ليو ميسي، با 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 جول هدف 107 في 131 مباراة في دوري الأبطال، هدف السابع هذا الموسم ليو ميسي، نعم هدف السابع ليو ميسي هذا الموسم في دوري الأبطال، ليو يفعلها ببراعة، وهدف 35 في 36 مباراة هذا الموسم. البارح استمتعنا بديجو بما فعله رونالدو، هل سيكون الأمر محفز لليو ميسي لكي يفعل ما فعله رونالدو البارحة؟ في منتهى الروعة الرمية من ليو ميسي الذي يفتتح مجال التسجيل ويمنح الأسبقية والأولوية لفريق برشلونة. يا أنطوني لوبيزا، ماذا فعل بك ليو؟ يا أنطوني لوبيزا، حارس قد يتأثر، أنا موسى ديمبلي هو اللي كان صاحب هذه الكرة، بتسلل داخل سواريز، سواريز وبابا بابا مرة ثانية، ميسي سواريز ثنائي من ذهب. سواريز الذي لم يسجل بعد في دوري الأبطال هذا الموسم، صاحب 17 هدفا في الدوري، هدف مقابل صفر، نتيجة فخ. سواريز بابا 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 جول سواريز وكوتينيو، جول، لعبة إرجوانية برازيلية في منتهى الروعة، يا سلام، أمام عناصر فريق ليون يتفرجون على هكذا لعبة ثنائية دخلوا بها اللاعبين تاع برشلونة، يا سلام عليك يا سواريز، يا سلام، حتى على طبق لكوتينيو مسجلا هدفه الثاني هذا الموسم في دوري الأبطال في الدقيقة 33. شوف اللعبة كم كانت رائعة هنا، الأرثور، لويس سواريز، سواريز دخل مرة بروعة، كوتينيو لم يكن في وضع التسلل، وجاء الجول الثاني لصالح عناصر فريق برشلونة في لو. على الجهة اليسرى الضغط العالي رهيب لعناصر فريق برشلونة، بحث عن كوتينيو وسواريز، اختفى سواريز، خلف المدافع اختفى هذه الكرة، وكاد يتمكن من إضافة الهدف الثالث. اندومبيلي يلعب لي خطيرة، ديباي، كوتينيو استلم الكرة يرفعها بعيدة بالراس، جوردي ألبا سيعود لكوريز لراكيتي جوردي، المباراة هدفان مقابل صفر لبرشلونة، أو الصد الرائع هنا من هنالك أمام ماتيو جورجيلين، سواريز مازال عنده الكرة، سواريز يراوغ، سواريز كرة لصالح ممفيس ديباي بعد المخالفة التي استفاد منها فقير، الحكم يقول ضربة مرمى، بوش 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 بلوتو بوس
اللاعب هنا في هذه الكرة يقول كاين فيلو مندي في الوسط. نبيل فقير استلم الكرة، نبيل يداوي ويدخل، نبيل مازال عنده الكرة وسقط والحكم يصفر له خطأ والبطاقة الصفراء يخرجها حكم المباراة هنا في هذه الكرة من أمام جوردي ألبا أو لا عفوا لونجلي وليدي. والأناقة والروعة رفع الكرة فوق الحارس كورجيدين وكاد يأتي الجول الثاني لولا الصد الرائع من هنالك. سواريز مازال، سواريز دخل، سواريز ميسي لا دينائر ببراعة يخرجها للركنية. كل حكم المباراة لم يكن هنا خطأ في هذه اللعبة بعد التدخل الرائع جدا من قبل المدافع جاسون دينائر. خطيرة والدفاع بصعوبة مازال وبابا جول لفريق ليون. يا سلام يفعلها توزار ويعيد الامل لليون. استلمها بصدره في وسط مجموعه كبيره من اللاعبين وحطها في الجول. هدف اول لفريق ليون عند الدقيقه 14 من عمر هذا الشوط الثاني. اللعبه الثنائيه من هنالك كان فيه خطا ام لا، استلام بالصدر في هكذا وضعيه وبيمنى حطها في الجول. هدف الأمل لفريق ليون. عنده الحق المدرب فالفيردي عندما انزعج من تصرفات لاعبيه لوكاس مندي. وأصل مندي خطيرة، التوزيعة خطيرة، التصيدة ديباي وراكيتيتش، راكيتيتش ليو خطيرة وكوتينيو. راحت الكرة سلامات على مرمى الحارس ماتيو غورجيلين. لم تكن هناك وضعية تسلل من كوتينيو في الله. هائلة تمريرة في اتجاه جوردي ألبا بالرأس، كرة خطيرة ليو ميسي وبعيدة. مش عارف، عندي إحساس في هذه اللحظات بالذات بأن برشلونة سيتألم اليوم في انتظار دخول الشيلي فيدال والرأسية مرة سلامات أرتورو فيدال. راح يدخل الآن في هذه اللحظات مشاهدي الأفاضل في مكان أرثور. ليو مازال ليو با 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 جول. المنقذ ليو ميسي حاضر في هذه الكرة، واحدة كانت كافية لليو ميسي لكي يدخل ويعبت بدفاع فريق ليون وبيمنى يعطى في الجول. 3-1 صارت النتيجة عند الدقيقة 78 عندما يكون لديك لاعب من حجم ميسي في الظروف الصعبة يظهر، في الظروف الصعبة ينقذك، في الظروف الصعبة يؤهلك إلى ربع نهائي دوري الأبطال. نعم ليو ميسي يفعلها ويسجل ثنائية اليوم. نعم ليو ميسي يمنح التفوق لفريق برشلونة بالثلاثة. ليو يلعب من هنالك ليو وبول. الرابع لبرشلونة الذي يضمن تأهله. برشلونة يبقى الفريق الوحيد الذي لم يخسر في دوري الأبطال هذا الموسم. الكل يصفق على ليو، إذا لم يسجل يمرر، وإذا سجل أبدع. وهكذا ليو ميسي، هدف أول من ضربة جزاء في منتهى الروعة، وثاني من مراوغة أيضا في منتهى الروعة، وتمريرة أخرى لجيرال بيكي الذي لحق. ميسي اختفى الكرة وانطلق مع عثمان ديمبلي، وصلت عثمان ديمبلي وجول. ليو ميسي وعثمان ديمبلي وجول. يا سلام عليك يا ليو بتمريرة مرة أخرى، هذه المرة لعثمان الذي يسجل ثالث أهدافه في دوري الأبطال.